السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء على خير. ما شاء الله غادي نقدم لكم البسبوسه بالليمون والنكهه بالحامض، قشور الحامض. صراحه كتجي روعه. فاذا بلا ما نطول عليكم وغنبدا بالمقادير، عندي هنايا واحد الكاس ديال كاس لارب ديال الزيت، عندي جوج كيسان ديال السميده ومعلقه ديال الفينو، عندي كاس ديال السكر يعني سكر سنيده، وعندي هنايا كاس لارب ديال الليمون، جوج بيضات، معلقه صغيره ديال الحامض، وعندي فانيا واحد خماره، وبطبيعه الحال الكوك. كيما كتشوفوا البنات دابا غادي نبداو بالبيضات، هما الاولين. غادي نديروا البيضات، غادي نهرس هاد جوج بيضات، غادي نديرهم في، نتمنى ان تكون باينه لكم. نهرس هاد جوج بيضات، وغندير زازه الحامض، وغنضيف معاهم فانيا، ندير معاهم فانيا كاملة، وغادي ندير معلقة ديال الكوك، ندير واحد معلقة ديال الكوك، وندير كاس لارب ديال الزيت، نضيف عليهم كاس ديال السنيدة، والسميدة غنخليه هو الاخر، غندير كاس ديال السنيدة، وغادي نضيف الليمون، وغادي نطرب. بعد ما ضفنا الليمون على الخميره وداك الشيء، غادي نحركهم مزيان، حتى غادي يتخلط هذاك البيض، ما يبقاش يبان داك الصفر ديال البيض، نتسانج مع الخليط كله. ومن بعد غادي نبدا نضيف السميده تدريجيا، بشويه بشويه نبدا نضيف السميده. هي السميده حنا كنضيفوها بشويه بشويه. راه عندي المعلم داكشي علاش. وغنضيف الكاس الثاني، وبعد ما غنضيف الكاس الثاني غندير الخماره، وراه كنحتاج غير جوج كيسان، يعني معلقه كنديرها ديال الفينو باش البسبوسه ما كتجيش مشتته، باش البسبوسه ما كتجينيش مشتته كندير معلقه ديال الفينو. صافي، حنا غادي نديرو دابا يا خماره، نسيت ما نقول لكم الفينو، ها هي درنا هنايا قياس ديال جوج معلقات ديال الفينو، فغادي نضيفو داك الفينو قلت لكم باش ما تشتتش لينا البسبوسه ديالنا. صافي دابا غادي نضيفو الفينو كما كتشوفوا بهذه الطريقه تدريجيا، يمكن لكم ما ديروش كاع جوج معلقات على حساب تتبان لكم راه مزيانه. القياس ديال السميده كيكون جوج كيسان، لا غير باش ما تجيكمش غليظه، وراه مع الليمون والقشور ديال الحامض احنا جاونا جوج معالق نيشان. صافي، وما تنساوش البنات راه كتشرب غير هي ملي تخلطوها نيشان للطاوه، حيت ما كتبغيش تبقى بزاف لانه كتشرب وكتجي معجنه بزاف. وغادي نوريكم ان شاء الله الطريقه ديال تحضير السيرو ديالها باش كنسقيها. انا ما كنديرش التسقوه ديالها ديال الليمون يعني كافيه، كندير غير نص كاس ديال الليمون وكاس ديال الماء. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله، فخليكم معايا. دابا غادي نضيفوا الخماره، دابا غنضيفوا ديك الخماره ديالنا وحده، تنكتفيو غير بخماره وحده وفانيا وحده. فوالا، غادي نخلطوا دابا الخليط كله هو، وغادي نديروه في الطاوله. كما كتشوفوا انا دهنت المول ديالي بالزبده والسميده، وخويتها دابا في صافي البنات. كما كتشوفوا انا وزعتها في هذا المول ديالي، عندي هذا المول هذا ديال الدريجات، وزعتها في هذا المول. دابا غندخلها للفران على درجه الحراره 180 درجه، وغادي نخليها الفوق حتى كطيب من التحت، وعاد غادي نهبط لتحت باش تطيب على الوجه الفوقاني. فخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا ديال فالبنات. بالنسبه للسقوه ديال البسبوسه، غادي نضيف واحد، عندي واحد ربع كاس ديال الماء كما كتشوفوا، ربع كاس ديال الماء، ربع كاس ديال الليمون، وجوج معالق ديال السنيده، وكوك للتزيين. غادي نضيف واحد ربع كاس ديال الماء، نضيفه هو الاول، وغادي نزيد عليه الليمون، وغادي نزيد عليه هذوك جوج معالق، وغادي نحطهم فوق البوطه يطيبوا حتى يعطيونا اللون اللي حنا محتاجين ليه، يعني حتى كيختار هذاك السيرو شويه، وعاد كنسقيو به
بسبوسه ديالنا، فبقوا معانا. وها هي يا البنات كما شفتوا، حنا خرجناها دابا من الفران وسقيناها بهاد السيرو هذا كما غتشوفوا انا نوري لكم. لقيتوني مازال كنسقي فيها ولكن دابا راه قبيله شفتوني حيت خرجتها سخونه والسيرو كان برد وسقيت بها السيرو درتها سخون، ودابا صافي درت غير شويه باش نوريكم وصافي، حيت راني ديجا سقيتها صافي. دابا غادي نقلبوها ونتلاقاو مع الشكل النهائي صافي. البنات كما شفتوا دابا حنايا رحنا دابا زوقناها سخيناها مزيان، درت ليها داك السخوه ديالها ودرنا ليها شويه ديال الكوك من الفوق، فهذا هو الشكل النهائي ديالها. وشكرا البنات بزاف على التتبع ديالكم للقناه ديالي، وما تنساوش اللي ما امونش بالقناه ديالي قناتي وتامونا يتابونا ويدفع الجرس ويدير لايك ويدير شي كومونتير اللي يفرحني، وكنبغيكم بزاف.